لو الحكاية فيها إن فيجو سعر تذكرة المترو عشان يسمعوا الناس. مش الدرجة أصلا مش ناقصة إن هي تغلى يعني، هو كفاية 100 جنيه يعني. المواصلات غير تبعت الناس كلها بتتعمل بالمترو. طب أنت غليت تاني، طب هتعمل إيه؟ مش محتاج أغاني أصلا، مش محتاج حاجة ترخص بس مش أكتر يعني. المواصلات حتى يعني بعد أي حاجة غليت 25% في كل المواصلات. لا مش محتاج يعني. عشان يتقبلوا اي حاجه، وعايزين صبر من الناس شويه عشان الحكومه والرئاسه تشتغل صح. وشايفينهم ماشيين في اتجاهات كبيره لصالح البلد، ربنا يسهل ان شاء الله. رد فعلي ان كده كده اللي بيحصل ده مش صح، مش طبيعي، لان الفتره اللي جايه الناس الغلابه هتثور على النظام المحلي. اصلا تعبان يعني، ليه يزودوا جنيه علشان يسمعوا الناس موسيقى؟ اصلا كان الناس بتبقى زحمه والناس بتبقى كلها فوق بعض. مش لما يزودوا الاوتورات الاول وبعدين يبقى ساعتها يفكروا يزودوا التذكره عشان يسمعوا الناس موسيقى.